مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذه الجولة الجديدة لبرنامج منشيت الصحافة. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة الدكتورة استقلال العزمي، أستاذة العلوم السياسية في الجامعة الخليجية بمملكة البحرين. أرحب بك معنا دكتورة استقلال. مرحبا يا حبيبتي. أهلا بك، وأيضا يسعدنا أن نرحب برسام الكاريكاتير الأستاذ محمد ثلاب. أرحب بك معنا أستاذ محمد. يا هلا، حياكم. أهلا بك، ما الذي اخترته لنا لكاريكاتير هذه الحلقة؟ الكاريكاتير اليوم راح يكون عن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان والعلاقات الكويتية السعودية. نعم، نعود لك في نهاية هذه الحلقة للتعليق على كاريكاتير اليوم. أما الآن مشاهدينا نبقى مع أبرز العناوين المحلية، لكن بعد هذا الفاصل. الصحافة المحلية اهتمت بزيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى البلاد، والبداية من صحيفة السياسة وهذا المنشيت: سمو الأمير وبن سلمان علاقات وطيدة وجهود لدعم العمل الخليجي المشترك. وكتبت السياسة تحت هذا العنوان أن الأنظار اتجهت ليلة أمس صوب قصر بيان، حيث استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ولي عهد النائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان والوفد الرسمي المرافق لسموه بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد. وذكرت السياسة أنه جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الأخوية التي عكست عمق العلاقات التاريخية الطيبة والراسخة بين البلدين والشعبين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة، والسعي نحو تضافر الجهود لدعم العمل الخليجي المشترك في إطار ما يجمع دول مجلس التعاون الخليجي من علاقات وطيدة. كما تم التطرق إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. دكتور استقلال، لعلنا نبدأ معك بأهمية هذه الزيارة إذا ما تحدثنا عن التوقيت السياسي واختيار الكويت، باعتبار أنها هي تعتبر الزيارة الأولى لسمو ولي العهد بعد أن تولى بمنصب ولي العهد السعودي. نعم، للأمانة هذه زيارة تعتبر زيارة ذات خصوصية وزيارة تاريخية. الكل ينتظر ويترقب هذه الزيارة، الكل يتابع هذه الزيارة. ما شهدناه البارحة، يعني كل وكالات الأنباء، وسائل الإعلام، المحللين، الكل اشتغل على الملفات التي ستناقش في هذه الزيارة. الزيارة إذا ما قسنا الوقت وهو ساعتين ونص، اقتصرت الأمور على أن طبعا الترحيب، يعني هو شخص مرحب فيه دائما، لأن الكويت والسعودية تعتبر هي ذات خصوصية. الولي العهد السعودي يعتبر جديد العهد في السياسة الدولية، وعندما يكون في الكويت، هي يقودها من هو يقودها صاحب السمو حفظه الله، وهو شخص دبلوماسي له تاريخ. فمجرد دخوله على صاحب السمو هو أخذ من هذه الخبرة، من هذه النصائح، من هذه التوجيهات، لأن صاحب السمو لديه خبرة وإرث تاريخي كبير، يعني الحمد لله، وهذا يعني وهو قائد لسفينتنا. لذلك عندما تأتي له هذه الزيارة وتأتي في هذه الخصوصية وفي هذا المنحنى الضيق من ناحية القرارات الجديدة، وهي القرارات السياسية، المنطقة تشغلها عدد كبير من القرارات السياسية التي لا زالت في الأدراج، لم تتخذ إلى الآن. هناك ملفات عالقة، هناك قضايا عالقة. أبرز هذه القضايا والتي عشناها جميعا وهي قضية وأزمة أزمة الخليج التي صارت مع قطر. لذلك كانت الكويت هي الحاضنة، وهي تحاول أن تطوق الأزمة منذ المهد، يعني تحاول أن لا تتطور هذه الأزمة. أيضا في نقطة ثانية وهي ذات أهمية، أن تأتي الزيارة بعد خطاب سمو رئيس مجلس الوزراء، والذي عبر فيه عن إدانة الكويت للصواريخ البالستية وهي التي وجهت إلى السعودية. فالكويت والسعودية في على قولتهم في مكان واحد، يعني في خندق واحد. لذلك أن هذه الصواريخ البالستية عندما تدينها الكويت وعندما تعرض الكويت مرة أخرى إلى الأطراف اليمنية للعودة إلى طاولة المفاوضات، إذن الكويت تحاول أن تحمي السعودية وتقف إلى جانبها. ونحن لا ننسى أن هناك قوات كويتية تشارك من ضمن التحالف مع السعودية. لذلك الكلفة في حرب اليمن أصبحت باهظة، وأصبحت هناك يجب أن يكون هناك قرار، يجب أن يتخذ هناك أمور أن تقف هذه الأمور.
الأمور في عند هذا الحد. لذلك نجد أن هناك أيضا ملف ثاني وهو ملف ثالث عفوا وهو ملف المنطقة المقسومة والمنطقة المحايدة المقسومة ما بين السعودية والكويت. إذا الأطراف جميعا تنتظر وتترقب لهذه الزيارة. نحن نعرف قضية المنطقة المحايدة هي قضية ليس فنية وإنما هي قضية قرار سياسي وتنتظر لقرار سياسي، لأن هناك يعني براميل من النفط وهناك يعني أنت تعرفين أن هناك مصدر الرزق فقط يقتصر على النفط. وهذا الأمر متعلق أيضا بما تحدثنا به عن موضوع العقوبات التي ستفرض على إيران في هذا الشهر الجاري، وبالتالي سيكون هناك تعويض من قبل دول مجلس التعاون الخليجي. ربما كانت هذه أيضا من ضمن الملفات التي ستطرح على طاولة الحوار ما بين أو التي طرحت على طاولة الحوار ما بين الطرفين. يعني هذه برأيي المتواضع والمراقب السياسي دائما يجد أن هذه القضايا لا نحتاج إلى مجرد أن ندخل أن أمريكا هي التي تفرض علينا لهذه الأمور، لا بالعكس، أن هناك إيران هل هي تهدد هذا الخطر؟ نحن بالعكس نجد أن إيران هي لازالت أيضا مهدد، وهناك في بعض الخطب في خطاب الجبير في الأمم المتحدة تطرق إلى هذا الأمر، وهناك لازالت التهديدات من خلال اليمن. أجد أن الحل يكون في المنطقة ذاتها. هنا أتحدث عن النقطة أنه في حال أنه فرضت العقوبات على إيران سيتم منعها من تصدير النفط الخام، فبالتالي سيتم التعويض من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، وهذه النقطة التي أتحدث عنها. فدول الخليج هي دائما هي التي تدفع الكلفة، لكن أنا أجد أن هناك في قرارات جديدة ستكون هناك ضرائب، ستكون هناك بعض الأمور، فهناك الاقتصاد أتوقع أن سيمر في منحنى خطير في المرحلة القادمة، لأن نحن نعرف أن المصدر الوحيد للدول الخليج هو النفط الذي تعتمد عليه. نعم. في خبر آخر وفي هذا الإطار، كتبت صحيفة الراي هذا العنوان: أمير الإصلاح في حضرة الحكيم. وذكرت الراي أن سمو أمير البلاد بحث ولي العهد السعودي العلاقات التاريخية الطيبة والراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين. دكتور، يعني إذا ما نظرنا إلى العنوان أو منشط في صحيفة الراي أمير الإصلاح في حضرة الحكيم، كيف تعلقين على هذا المنشط؟ والله بصراحة يعني عبقري اللي وضع هذا المنشط. يعني ليش؟ لأن هو اختزل واختصر الزيارة في فعلا هو حكيم صاحب السمو وهذا الشاب أمير الإصلاح وهو أمير الإصلاح ويقود وطنه، وهذا شيء جميل عندما يضع رؤية. وجدناه أيضا والكل تفاجأ لما وقف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي وضع تليفون النوكيا والآيفون، فقال ما الفرق بينهم؟ أن هذا هي مرحلة التطور. هو كان صادق وكان يعني هذه المرحلة، ونتمنى التنمية للسعودية والنهضة والتقدم إن شاء الله. وكيف ترين السعودية في السنوات الأخيرة مستوى الإنجازات التي حققتها على كافة الأصعدة؟ أنا أجد أن هناك مجال كبير وصار وأصبح واسع للشباب، وأصبح هناك يعني خلينا نتحدث أن الشريحة الكبيرة هي شريحة الشباب، وهم من ينهضون في أوطانهم. فعندما نركز على هذه الشريحة وعلى إنتاجياتهم على هذا، وجدنا أيضا في تطور كبير. يعني في السعودية أصبحت هناك الوزارات، أصبحت هناك المسؤولية، أصبحت هناك المساءلة السياسية، المساءلة السياسية في الأموال، في السرقات، في الفساد. إذا هذه المكافحة بالعكس تجد أن هناك فعلا من أطلق الإصلاح نتمنى أن يكون ويمتد إلى دول الخليج. في خبر آخر ننتقل فيه إلى صحيفة الجريدة التي علقت على هذه الزيارة بعناوين رئيسية وفرعية: الأمير يستقبل بن سلمان واللقاء عكس عمق العلاقات. وفد رسمي رفيع رافق ولي العهد السعودي خلال زيارته للبلاد، والأحاديث الأخوية جسدت الروابط التاريخية الطيبة والراسخة بين البلدين والشعبين وتضافر الجهود لدعم العمل الخليجي في إطار ما يجمع دول مجلس التعاون من علاقة وطيدة. يعني بالأمس رأيت حفاوة الاستقبال، مودة اللقاء التي عكست مدى عمق العلاقات ما بين البلدين والشعبين الشقيقين. إلى مدى ذلك يساعد على تقارب وجهات النظر على جميع الأصعدة التي تم النقاش فيها بالأمس؟ يعني في مستوى دول الخليج نحن لا نتحدث عن سياسة، احنا نتحدث عن علاقات أقارب، عن أسر، عن مصاهرات، عن أسر قريبة، عن قبائل مع بعض، عوائل مع بعض. لذلك لما وجد ولي العهد أسرة آل الصباح باستقباله، وجد الأشخاص والعوائل ووجهاء، إذا هؤلاء الأشخاص كلهم يمثلون الكويت ويمثلون العلاقات الودية ما بين هذه
هذه الدول. نحن لا نقتصر فقط على السياسة ونجلس على طاولة المفاوضات. الخليج لها خصوصية معينة في ربط العلاقات فيما بينها. لذلك أحيانا عندما يأتي أي قرار سياسي أو شيء يحاول أن ووجدناه في عندما حل القضية الملك عبد الله رحمة الله عليه في قضية قطر لما كان تميم حضر له، وكان صاحب السمو هو الذي أحضر التميم إلى الملك عبد الله. إذا نجد أن هناك بعض الخصوصية والعلاقة أنها لا تحل مجرد كتب ومراسلات، لا، مثل ما يقول حب راسك وهذا وتسقط كل شيء يعني. فهذا إن شاء الله ما نتمناه في الأزمة الخليجية. نعم. في خبر آخر من صحيفة الكويتية التي تناولت زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان من خلال هذا العنوان: سمو ولي العهد مستقبلا ولي العهد السعودي في مطار الكويت. الكويت والسعودية دعم العمل الخليجي المشترك. تحت هذا العنوان قالت صحيفة الصباح أن الكويت احتفلت رسميا وشعبيا أمس بقدوم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود. دكتور، يعني بالأمس الإعلاميون السياسيون ركزوا على موضوع التحالف الاستراتيجي الذي طرحته أمريكا في الفترة الأخيرة الذي يضم السعودية والإمارات، البحرين، قطر وعمان وحتى الكويت، إضافة إلى ذلك الأردن ومصر. كيف تعلقين على هذه النقطة، موضوع التحالف الاستراتيجي في هذا التوقيت؟ المراقب السياسي يجد أن هناك وجود لشرق أوسط كبير. ما عاد مجلس التعاون الخليجي سيؤدي دوره. هذه النظرية بالعكس وتحدثوا فيها السابقين أن هناك اتحاد خليجي، أن نشرك المغرب، أن نشرك الأردن، إلا أن هذا التحالف هو يمهد، مثل ما نتحدث ممكن نقول أنه ناتو صغير لدول مجلس التعاون الخليجي مع الأردن ومع مصر، وهذا البيئة الصحية له. أيضا يجب أن نشرك دول أخرى في هذا الموضوع، وأنا أتوقع أن هناك دول أخرى ستدخل لهذا التحالف القريب إدارته. وفي هذا أنا أتوقع لتأهيل الشرق أوسط كبير، يعني في المرحلة إما أن يكون مع صفقة القرن وما يتحدثون في هذا الموضوع، وقد يكون لها يعني من هذه الأجهزة. ولكن توقيت يعني اختيار هذا التحالف الاستراتيجي، التوقيت لابد من التهديدات الإيرانية والمخاوف من إيران وهذا، لذلك المنطقة تحاول أن تحمي نفسها وتحاول أن تحمي وضعها واستقرار منطقتها في مواجهة أي شيء أو حادث قد يكون. ومن وجهة نظرك هل كان هذا الموضوع ربما كان حاضرا من ضمن الملفات التي تم طرحها على طاولة الحوار ما بين الطرفين؟ قد يكون هذا، ولكن نحن نجد أن دخول لاعب أساسي وهو الصين في المنطقة، أتوقع أن هذا التحالف لن يأتي بثماره، كما أن دخول لاعبين جدد في المنطقة، لذلك قد يكون يناقشون هذا الموضوع ولكن ليس في التفاصيل، لأن نحن نجد أن هذه التحالفات أحيانا قد تنشأ وأحيانا قد لا تتكم، يعني لا تتطور ولا تذهب إلى هدفها المرسوم لها. نعم. في خبر آخر من صحيفة الوسط تناولت الزيارة بعنوان آخر: سمو أمير البلاد يقيم مأدبة عشاء على شرف ولي العهد السعودي. ننتقل إلى صحيفة القبس التي ذكرت أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في المملكة العربية السعودية بعث برقية شكر لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إثر مغادرته البلاد. ونقلت القبس عن الأمير محمد بن سلمان تعبيره عن خالص الشكر والتقدير على ما لقيه والوفد المرافق له من كرم الضيافة وحسن الاستقبال. ننتقل الآن مشاهدينا إلى مقال اليوم بعد هذا الفاصل. مقال اليوم اخترناه من صحيفة النهار بعنوان الملفات الكبيرة في اللقاء السعودي الكويتي. تحت هذا العنوان قال الكاتب ناصر المطيري أنه دائما وفي كل المراحل تشكل زيارة القيادة السعودية الرسمية لدولة الكويت حدثا يتجاوز حدود البروتوكول إلى أن يتشكل في صورة احتفالية وطنية تصطف فيها المشاعر الشعبية الكويتية بعفوية وحفاوة للترحيب بالضيف السعودي العزيز والكريم تقديرا ومحبة وتشرفا. ويقابل ذلك
ذلك مشاعر سعودية مماثلة تتجاوز الأقوال إلى الأفعال بمواقف تاريخية راسخة في ذاكرة الأجيال. ووصف الكاتب هذه الزيارة لولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بأنها زيارة كبيرة بدلالاتها، عميقة بأهدافها، مهمة بتوقيتها وما يحيط بالمنطقة من تحديات وظروف دقيقة. الدلالة الكبيرة لهذه الزيارة تتجلى في إدراك الرياض لثقل الكويت ومكانة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد العالمية. لذلك عندما تحتدم الأحداث وتحتاج للحكمة والموقف السياسي والدور الدبلوماسي المحنك، لابد من المرجعية السياسية الكويتية والاستماع للعقل الكبير صباح الأحمد. وأضاف الكاتب، تأتي زيارة ولي العهد السعودي في وقت تتبلور فيه صورة تحالف شرق أوسطي استراتيجي جديد ترأسه المملكة العربية السعودية وأجنحته دول الخليج. ولا يقل أهمية البعد الاقتصادي للزيارة، حيث أن هناك اختبار للقدرات النفطية الخليجية بحلول شهر نوفمبر القادم، عندما تبدأ العقوبات الأمريكية على إيران وما مدى إمكانية أن يعوض النفط الخليجي توقف صادرات النفط الإيرانية. هذا الموضوع يحتاج وقفة تنسيق خليجية على مستوى عال من الأهمية والحساسية. وأنهى الكاتب مقاله بأننا ننتظر من هذا اللقاء الكويتي السعودي أن يعكس تلاحم الحسم السياسي الكويتي مع الحزم الأمني السعودي لمصلحة المنطقة واستقرارها. دكتور، طبعا هذا المقال ركز على عدة نقاط ربما هو سرد لما تحدثنا به خلال هذه الحلقة. قال بأن يعني الدلالة الكبيرة لهذه الزيارة تتجلى في إدراك الرياض لثقل الكويت، وبأن عندما تحتدم الأحداث وتحتاج للحكمة والموقف السياسي والدور الدبلوماسي لابد من المرجعية السياسية الكويتية المحنكة. كيف تعلقين على هذه النقطة؟ هي الرياض تدرك حجم الكويت وتاريخ الكويت. الكويت ليس بجغرافيتها ولكن في تاريخها. قد تكون الدول صغيرة ولكن كبيرة في دبلوماسيتها. نحن لا ننسى أن قائد الإنسانية صاحب السمو أمير البلاد كرم من الأمين العام للأمم المتحدة بهذا اللقب. لذا عندما نتحدث أن شخصية صاحب السمو وهو قائد الإنسانية، إذا هناك ممكن أن يستعان به، يمكن أن يتدارك أي أزمات، ممكن أن يكون هو الرأس في أي قرار سياسي قادم إلى هذه المرحلة. لذلك عندما لقب الحكيم أو لقب في هذه الأمور، لأننا نجد أن الدبلوماسية تسعى دائما لتطويق الأزمات، خصوصا أن يحافظ أن تكون في البيت الخليجي ذاته. نعم. على جانب آخر أيضا، تحدث الكاتب عن موضوع التحالف شرق أوسط الاستراتيجي الذي كنا قد تحدثنا عنه قبل قليل، تترأسه المملكة العربية السعودية وأجنحته دول مجلس التعاون. مدى إمكانية تحقيق بالفعل هذا التحالف الاستراتيجي في هذا التوقيت بالذات؟ يعني هذا الوقت هو أتوقع هو الوقت المناسب، لأن نحن شاهدنا القمة الخليجية عندما انتظرت الكويت حضور القادة ولكن لم يكن هناك الحضور في المستوى العالي، لذلك أو مستوى أن رؤساء الدول، وجود الخلافات، وجود إذا نحن نحاول أن نستدرك هذه الخلافات أن لا تصل إلى نزاع من خلال هذا التحالف. لكن هل ينجح هذا التحالف؟ هل نذهب إلى هذا التحالف أن يكون تحالف ناجح وقوي؟ قد يكون، ولكن إذا كان هناك خلافات ما تحت الطاولة، أتوقع أن هذا التحالف لن يدوم. نعم. تحدثنا عن الشق السياسي، دعنا نتحدث قليلا عن الشق الاقتصادي. نعم. طبعا لا يقل موضوع الشق السياسي أهمية عن الشق الاقتصادي. نعم. وخاصة بأن هناك اختبار كما يتحدث الكاتب للقدرات النفطية في دول مجلس التعاون، وبحلول شهر نوفمبر عندما تبدأ العقوبات الأمريكية على إيران، كما تحدثنا بأنها ستمنع من تصدير النفط. نعم. الخام، هل سيتم بلورة معينة أو سياسة معينة من أجل بالفعل تعويض النقص عن طريق دول مجلس التعاون الخليجي؟ هو مفترض أن يكون هناك يعني استراتيجية، مفترض أن يكون هناك خارطة طريق لهذا الأمر، لأنك أنت تعرفين يا أستاذتنا أن هناك حرب قائمة وتحتاج إلى المبالغ الطائلة، تحتاج إلى أن يكون هناك تصدير، وهناك يعني الإنتاجية النفط هي الاعتماد الرئيسي والكلي. لذلك أن هناك في حرب، على قولتهم هذه الحرب إلى الآن لم تأتي، يعني لم نصل إلى النتيجة في إيقاف هذا النزيف الذي يأتي. لذلك نحن مجبرين أن نضع استراتيجية واضحة، لأن بعد شهر نوفمبر الدول هذه ستتأثر تأثر كبيرا. يعني نعم. أيضا ختم الكاتب المقال
بهذه الجمل، قال بأننا ننتظر من اللقاء السعودي الكويتي أن يعكس تلاحم الحسم السياسي الكويتي مع الحزم الأمني السعودي لمصلحة المنطقة واستقرارها. كيف تعلقين على ذلك؟ يعني هو دائما كلمة الحزم جاءت من بعد الحرب مع اليمن، فنحن نتوقع أن يكون هناك حزم ووقف هذا النزيف، وإن شاء الله أن المنطقة تقف عند هذا الموضوع ويقف كلمة الحسم وتحسم الأمور وتحسم الملفات جميعا. نعم، ننتقل الآن مشاهدينا إلى الكاريكاتير بعد هذا الفصل. ونعود مرة أخرى إلى الأستاذ محمد ثلاب للتعليق على كاريكاتير اليوم، ولك التعليق أستاذ محمد. طبعا الكاريكاتير اليوم مثل ما نشوفه عن العلاقات الكويتية السعودية وعن زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وسويت أن العلم الكويتي والعلم السعودي مترابطين مع بعض كعادتنا يعني ككويتيين وسعوديين. العلم شايل العلم الكويتي شايل رجل الزي الكويتي والعلم السعودي الزي السعودي، فكأنهم مسوين قلب حب، وهذا اللي احنا هذا الحاصل في اللي قاعدين نشوفه في هذه الزياره. دكتور استقلال، اذا كان لديك اي تعليق. يعني كفايه رسمه القلب الحب، وهذه انما تدل على الحب والتقارب والود، وان شاء الله تكون هذه الزياره ثمارها في المستقبل القريب. نعم، اذا مشاهدينا بهذا وصلنا معكم الى نهايه هذه الحلقه من ماشيه الصحافه. اشكر ضيفتي الدكتوره استقلال العزمي أستاذة العلوم السياسية في الجامعة الخليجية بمملكة البحرين، وأيضا أشكر أيضا رسام الكاريكاتير الأستاذ محمد ثلاب على تواجده معنا، والشكر موصول لكم على المتابعة. في أمان الله.